فرنسا تصدرت المجموعة، يعني طنبوز حمارنا زبطت معه. أنت بتؤمن بالتوقعات؟ ما كثير. حتى لو الحمار توقع؟ الحمار أنا عم تابعه. إيه؟ منه هي. هلا خلينا نشوف حمارنا طنبوز شو بيتوقع لصربيا والبرازيل وفي كوريا وألمانيا. أكل خاصة البرازيل وخاصة ألمانيا. أتحو جم من الاثنين للسبت ما عدا الجمعة 11 إلا ربع المساء على الجديد 101.5.